السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين مهنيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. ومرحبا بكم معايا اليوم، ومئة الف مرحبا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم العروض ديال بيم، جايبين شي ميزات لي زوينين. اول حاجه غادي نشاركها معكم طبق التقديم، كيف كتشوفوا فيه الطبقه الاولى وفيه حتى الطبقه الثانيه، هذا هو الشكل ديالو. فيه الزاجة في النوار وكاين الزاجة عوتاني في البيض، كاينين جوج لوينات، كاين النوار وكاين البيض. هذا هو الشكل ديالو، من اللور كيجي فحال هكا مشبك. بالنسبة للثمن ديالو 120 درهم، يعني 2400. ندوز عاوتاني لحاجة اخرى، كاينة عاوتاني هاد العصارة هادي ديال الليمون اللي حتى هي اول مرة كنشوفهم جابوها بيم. غادي نجبدها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير. كاين الكاس ديال اللي كيدار فيه فحال هكا الليمون، وكاينه الماكينه. هذا هو الشكل ديالهم كامل من بعد ما صوبتو. اول حاجه كتلقاو البنات هاد الماكينه هادي بهذا الشكل هذا، وكديروا الكاس في هاد البلاصه هادي. هاد الكاس هذا كيبقى يتكب فيه العصير، فيه حتى هو الغطايه ديالو. وعاد كاينه هاد التويشيه هادي كتحط بها الطريقه هادي، وهاديك التقيبه كتجي نيشان في الكاس باش اي حاجه كتعصر كتنزل الكاس مباشره. عاد كتحط هاد الشبكه هادي وكتبقى فحال هكا على هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالها، كتعصروا بها حتى العصارة حتى هي راه كاينه الغطايه ديالها هي من الفوق، والكاس كاينه الغطايه ديالو. يعني مثلا عصرتي شويه وبغيتي ترجعي عاوتاني تعصري، راه كتغطي متى ترجعي ليهم. بالنسبه للثمن ديالهم 180 درهم. وعاد بالنسبه لهاد البراد هذا 100 درهم الثمن ديالو. وعاد هنا كاين هاد الاناء هذا اللي كنخلطوا فيه فحال هكا الخليط ديال الكيك وكتبقاو تكبوا فيه، هذا الثمن ديالو 40 درهم. غير هاد الموديل هذا اللي مختلف على الموديلات اللي كانوا جابوا بيه، هذا فيه هذيك التويشيه اللي كتشوفوا الفوق كتبقاو دوروها كيتخلط لكم الخليط الا بغيتوا تخلطوا من داخل. الثمن ديالو 40 درهم. عاد هنا دايرين هاد الكويسات هادو، دايرين هاد الكاس هذا اللي فيه العبار، الثمن ديالو 10 دراهم. وكاين حتى هاد المنظمه ديال البيض الثمن ديالها 8 دراهم. ودايرين هنا السوبيرات اللي كيتسدو مزيان، هذا الحجم الصغير الثمن ديالو 15 درهم، فيهم 3 البياسات بالغطايه ديالهم. وكاين هاد الحجم اللي كبر منه، هذا فيه 2 البياسات نفس الثمن 15 درهم، 300. وكاينه هذه اللي كتقطعوا بها البطاطا، هذه الثمن ديالها 6 دراهم، فيها 3 الالوان، فيها البيستاج، الغوز، الموف. غادي نقول لكم هاد بيم هادي فين جات، باش اللي بغات اي حاجه وما لقاتهاش بيم حداها، جات في جهه حيم ولا رشيد حدا جوهره والمنزه، وكاينه بالضبط في البيضه. كاينه عاوتاني هاد النشافه هادي اللي كتنشفوا فيها فحال هكا اي حاجه بغيتوها تنشف دغيا، مثلا النعناع، القزبر، المعدنوس، الخس، اي حاجه كتغسلها وكتبغي دغيا تنشف لك كديرها في هاد النشافه هادي. الثمن ديالها 30 درهم، الثمن ديالها 30 درهم. وفيها الالوان، فيها الكري وفيها الغوص. هاي هنا لقيت واحد السيده يلاه جبدات هذا الكاس هذا، فقلت علاش لا ما نشاركوش معكم مادام جبداتو. جبداتو راه هو هذا، غير الحاجه اللي مختلفه في الكيسان اللي كيكونوا اللولي اللي كانوا كيجيبوا ما فيهمش التويشيه هذه اللي كتبقاو تدوروها وكيبقى يتخلط لكم الخليط من الداخل. كانت عاديه غير سداده عاديه وصافي.
وهنا يا دايرين فهادشي كامل تخفيضات، كاينه شي حاجه اللي ب3 دراهم وكاينه شي حاجه اللي داروها 5 دراهم. كاينين القطاعات، كاين بزاف ديال الحويج. المهم 3 دراهم و5 دراهم مثلا، هادو راهم دايرينهم ب3 دراهم. وهادي دايرينها ب3 دراهم، فيها ديال البيض، فيها ديال البيض، يعني كينزل هذاك البيض وكيبقى الصفر، وفيها الدواز، فيها بزاف ديال الحويج، 3 دراهم. كاينه حتى المنظمه ديال الصبيبطات، هي دايرينها ب3 دراهم. هادي نوريها ليكم. هي هادي ب3 دراهم. وكاينين هاد الكيسان هادو ديال القهوة ب5 دراهم. كاينة هادي ديال البطاطا اللي فيها البانيو وفيها الشبكة وفيها الحكاكة، 30 درهم، 30 درهم يعني 600. كاينة عاوتاني هاد المنظمة هادي اللي مقسمة بحال هكا على 3 ب10 دراهم. كيف ما كتشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي مازالين كاينين في بيم، غنعاود نقول لكم بيم فين جات. جات في جهة حيم ولا رشيد حدا جوهرة والمنزل، وكاينه بالضبط في البيضة. باش اللي بغات اي حاجة وما لقاتهاش بيم حداها، مرحبا ومئة الف مرحبا. كيف كتلاحظوا بزاف ديال الحوايج اللي مازالين باقين في بيم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم لا عجبكم، تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وما تنساوش ديروا لي واحد لايك واحد تعليق اللي يكون زوين في حالكم. كاين حتى هذا المول هذا اللي كانوا جابوا السيمانه اللي فاتت ب150 درهم، الصراحه هذا زوين، بخليط كيك وحده كديري بها 3 4 الاشكال ديال الكيك، غير بخليط وحده كديري 4 الاشكال ديال الكيك. شوفوا كتعطيكم 4 الاشكال، كل شكل صغير شويه في الحجم ديالو. راه مازال كاين في بين، كاين في النوار، وكاين في الكرونه. هو هذا 150 درهم. وهنايا الطباسه اللي كانوا السيمانه اللي فاتت حتى هما مازالين كاينين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، شكرا لكم بزاف المشاهده، شكرا للتعاليق ديالكم زوينه واللي اكثر من رائعه. بالنسبه لهاد المنظمه هذه الثمن ديالها 200 درهم، يعني 4000. وهذا الشيء اللي كاين، وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.